دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك دكتور محمود. أهلا يا فندم، تشرفنا. دكتور محمود، مباركة لمدينة جديدة في الدلتا، عروس الدلتا الجديدة، المنصورة الجديدة. كيف ترى هذا الحدث والتخطيط لبناء مثل هذه المدينة بالموقع الذي تشغله؟ أشكر حضرتك وأشكر الدور العظيم اللي قمت بيه الإعلام في نشر ثقافة التخطيط العمراني، وأنا سعيد جدا النهارده إحنا بنحقق أمل وأمنية طالت، وهي إننا نكون على مستوى العمران الحالي اللي انطلق في العالم كله. إحنا كنا يعني حدث أمور سلبية كثيرة جدا في العمران نتيجة الغزو العشوائيات، إلا أننا باستعادة عملية إعداد المخططات بكل مستوياتها، مخطط للدولة كلها لمصر، مخططات إقليمية، مخططات محلية للمدن، مخطط قائمة، ومخططات للمدن الجديدة. المدن الجديدة بتنشأ لأسباب أن المدن القديمة استنفذت فرصتها في التطوير، وأيضا تعاني من كثافات عالية ووصلت إلى الحجم الأقصى، وأصبح هناك قصور في الخدمات والإسكان والأنشطة، وأصبح إنشاء مدن جديدة ضرورة لتخفيف الأعباء وتلقي زيادات سكانية واستطاعة تقديم خدمات على مستوى أفضل. وبالتالي بدأنا في إنشاء مدن جديدة، الجيل الأول والثاني والثالث والرابع، والجيل الرابع يتميز بأنه بيعطي مجال حيوي لتطبيقات حديثة لم يكن من الممكن إضافتها على المجتمعات القائمة. ونحن بادرنا بنشر شبكة الطرق لتربط العمران القائم بالعمران الجديد، ومدينة البنية الأساسية لكي تتكافأ مع الزيادات السكانية. تجربتنا دي بتحقق البند والهدف رقم 11 في وثيقة الأمم المتحدة اللي سيادة الرئيس وقعها 2015، من حيث توفير مجتمعات عمرانية آمنة مرنة متكاملة مستدامة خضراء. والبند السابع استراتيجية حقوق الإنسان. نحن ليست مجرد كلمات جميلة وخطوط سريعة، لكنه تطبيق حقيقي وفعلي. والبند السابع ينص على توفير المسكن الملائم. هذه المدينة اللي بنسعد بيها وتعتبر نموذج جميل جدا، تتميز بأهم سمة. كان العيب الأساسي في المخططات أن حضرتك ننتظر فترة طويلة قصيرة ومتوسطة إلى أن نرى ثمار ونتائج العمل التخطيطي. الآن الميزة الفنية العالية في هذه المدينة أن الأربع مراحل كل مرحلة لها تكامل، بحيث أن كل مرحلة تحقق أهداف واضحة وكاملة تقدم إضافة للتنمية العمرانية المستدامة. والأربع مراحل في جملتهم يقدموا جملة الأهداف العالية لهذه المدينة. نعم. وهذه ميزة عالية لهذه دكتور المدينة. محمود، ماذا تعني المدن المستدامة والمدن الخاصة بالجيل الرابع من حيث المردود على المواطن الذي يسكن هذه المدن أو يتعامل بأنشطته الاقتصادية بداخلها؟ المردود الأكيد، أول المردود الحقيقي هو رفع المعاناة وإيجاد فرص عمل، هو له مردود اقتصادي واجتماعي وعمراني وبيئي. أما المردود البيئي فهو يحقق الجناح الأول للتنمية المستدامة، وهو الحفاظ على الموروث الطبيعي والحفاظ على الموروث التاريخي والاستغلال الأمثل للأراضي. فنحن الآن نحقق هذه الأهداف العالية التي ما كنا لنحلم بتحقيقها.